شو بتعمل مع ملوح ومشوح؟ ما إلي إلا جدو. ألو، كيفك يا جدو؟ أنا تالا. هلالة هلالة، شلونك جدو؟ تسمع مني؟ وشو رأيك يعني تسلم المحل مشوح وملوح؟ ترى هم أكثر اثنين بيعرفوا يبيعوا. ملوح هذا كان مستلم مول من أول لآخر، هو فلس يعني المول وسكر، بس إنه مش منه. آه شو؟ أنت كبرت يا جدو، هما بيساعدوك هم الاثنين. خلاص؟ ماشي، يلا مع السلامة. أنا هذا وضع ما يسكت عليه. ول كلهن يومين لحق يكعشني من الشغل ما مرت. قال أنا بالله لتلت، قال وجهي يقطع الرزق. تخيل. طب أنا شو ذنبي؟ إذا صاحب المحل زلم الهرش نفسه، صلح السيارة 4 مرات، كل مرة يسوي أفرهول، مهي زابطة معه. أنا شو دخلني حطها بضاري؟ إذا بتعرف شغلة، أنا طلع عندي أول يوم 20 ليرة عجز، ثاني يوم 15، يعني 35، ويوميتي كلها 20. فجاء صاحب الكازية، والله كان محترم، قضبني بس منها، سلخني شوت وقال يطلع برا. اطلع والله ما عمري بدي اشوفك في المحل. شعبت هذا وروحت. هاي تالا. هاي تالا. كيفك شحشوحت؟ سؤال، انت بتحبني ولا لا؟ سولفي على السريع، ترى شايفة دي كرنب. سولفي. هسا انا حكيت مع جده ورح سلمكم الدكان انت وملوح. امانة الله. طيب يلا تعالوا بسرعة. 5 دقائق اكون عندك. وش في؟ شفتك بس انتك من هلا انا، وش في؟ قوم حسب عنا رقيلة ولا شربته، يلا خل نروح. يلا وين وصلنا؟ ماجي حمص حب وعدس علب ونيلة ورز، أموري أنا تمام، كتبت كل شيء. وانت يا ملوح كتبت كل شيء؟ أنا ودك الصراحة والله ألميت في الموضوع، بس عندي مشكلتين وأنا فاهمهم. إني قبرنيط وقاقع. قصدك قرنبيط وكاكا بالكا. هذا شو يفهم عور؟ هذا يفهم هذا عور؟ شو العيلة بالسوبر ماركت هات القديم قام يسولف؟ تفاهم؟ احنا في قرية، القرية بيمشي عندها الانواع هذه. خي يا ملوح، ها القرية صارت راقية. هسا المهم انتوا تبيضوا وجهي مع جدي. والله انا ما انا خايف غير منه، انا عندي استعداد اخليه يلعب بقروش لعب، بس هذا يقشنا. والله عنده القرش احسن من عور هذا، ومني ومنك. لا تخاف، ثلث إلك وثلث لملوح وثلث لجدي. أيوة هذا العدل، شايف؟ إيه اليوم ودنا نطيح على القرية. وإحنا ولما نطيح حسة؟ لوين ما نطيح حسة إحنا؟ بعدين إحنا يعني أنا متى أظل أستنى؟ أنا ودي قروش يا عمي، بدي أتجوز أستقر، أنا متت استويت أنا. لا مو ودك تستحي علي. لا مو أنت شكلك بدون زوج ولا 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 بتستحي أنت شكلك. مو أنا قد إيه قلت لك مرة لا تسولف كذا على البنت بهذه الطريقة قدامي. وانت الحرارة مودك تستحي انت. انت الحرارة عندك بسالب هسه، صحيت؟ صم ذانك تسولف كلمتين، صمهن يلا غطي ذانك تقول كلمتين. طلي جاي ديتك بتش. خلص اول هام يا جدو، ودي اقلب لك الدكانة قلابة، قارمة برا واعلانات وعبي لك اياها بضاعة، ونشتغل تسويق مرتب. ثاني هام يا جدو، الدين ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله، بيع نقدا وكاش. المهم عندي يا جدو تملى والدكانة بضاعة، اللي يلزم أهل المنطقة وعيال المدارس الصغير والكبير. أريد أكسر خشم أبو عصمة. شنو ابو عصمت هذا؟ اعتبر خشمه صار مطب قدام الدكانه وتدحرق الاسعار حرق. واهم شيء تعرفوا تشتروا وتبيعوا، والشطاره بالمشترى يا مشوح مش بالبيع.
أشكرك يا تالا، وهان حطنا الجمال. موضوع المشترى اتركوه علي، زلمة إلي علاقاتي بالسوق وأموري مرتبة، ودي أعب الدكان أغرف. جدوه وراك تباع بإذن الله. كفو كفو بس باع، أريد أشوف وفعل والله بس حكي. بعدين أنا مفكر أوسعها وأحط تاري وبلاي ستيشن، أمور الشباب وما الشباب. جدوه إيه بنجيب بلالين وقلول كمان بفكرها. أدري إنه إبليس يتعلم منك دروس، كذا هذول وريني شطارتك. اعتبر الموضوع منتهي، أبو عصمة توفى. أنا مزلمة أتأخر يا أخي، وينه؟ هلا 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 يا صلاة أبو قروش، شلونك؟ كيف صحتك؟ شو سويت؟ كل شيء تمام. اسمع، التكانة هاي دي أسويها مول، ودي أصير قبلتهم التسويقية الوحيدة، ودي أحرق الأسعار، ودي أضبط. أقول لك 10 علب فول بنيرة. إحنا بورا ظهرك 15 بليرة ودعس. يسعد هاللحية هذا الحشمة. الله يسعدك تكرم، الفجر يكون البضاعة عندك. أبشر. أي قروشك خذهن، حبك قروش أنت، والفجر تكون البضاعة عندك. الفجر تكون عندك. يعطيك العافية. أبو عصمة راح يتوفى الليلة بإذن الله. ادعس وراك احنا. بنت حميدي انت يا آه؟ عين قلبه الدفتر شدو يتحمل. سجل. وهي هذا طن وسردين من الأصل، هوا بهوا. سلمي حميدي. هلا عموه، كيف الغلة اليوم؟ بها قلبك. يا سلام. أفكاري هذه أفكاري، ما أنا ملحق بيع طن وسردين، ما أنا ملحق. إن شاء الله عليك مبدع. هلا والله بالمهلي. هلا بدك من العرض ولا من دون العرض؟ قلت لي هذا الفول عليه عرض. مرتب. تعطيني التونة كمان عليها عرض. هاي الطون. هاي عمو هاي هاي نخب. هذا اللي بيلعبه حديد، مش مبين جسمك حلو. هذا محلي في زياد، تبيع مواد منتهية الصلاحية. اسمع هيو مشوه انا ما لي غرض. هيو هو جده وستنوه. هو اللي سوى العروض. والله هو اللي سوى العروض. هو اللي سوى العروض. والله هو. ايه شو اللي دخل استاذ؟ مش شو العمل هسه؟ انت محامي وبتعرف. المفروض انه بدهم كفاله ولازم يتكفلهم على السريع يا استاذ، ترى الشباب مش وجه بهدله، وجده تعبان ومريض. المشكله انه ما حدا راضي يسكت حقه عنهم، وبعدين الدكاني هاي مليان اغراض خربانه منتهيه الصلاحيه صار لها سنتين. طيب وشو الحل؟ مالك مؤبد؟ شو مؤبد يا بنت الناس؟ القانون لازم يأخذ مجراه. أنا راح أعمل جهدي حتى يطلعوا، وأنا راح أتكفلهم. وهذا أنا يا همل دفعت للمحامي وطلعتكم بالكفال. جدو مو أنت اللي كنت ودك تماحر أبو عصمة وخشمه وتقطع رزق التجارة دكاكين كلهم اللي بالجرية؟ فوق هذا ودك تسممني يا هامل وتسمم أهل القرية كلها؟ وانت اللي كليت علبة الحلاوة. اي جدو انت كمان صمت 5 علب حلاوة مالي عمل. يا هامل شوية اقتلوه اقتلوه اقتلوه.